كمسلمين بنآمن بوجود الجن وما حدا بيقدر ينكر وجودهم، وفي سورة كاملة بالقرآن باسمهم، ما في حدا بيقدر يشكك بالقدرات اللي أعطاها الله للجن. لكن إنه الجن يتلبس الإنسان ويتحكم بتصرفاته فهالإشي محل خلاف بين علماء المسلمين. لكن المقطع اليوم راح نشوف مقاطع صورتها كاميرات المراقبة الموجودة بالمولات والبيوت. راح يكون مقطعنا الأول لبنت كانت بتتسوق بإحدى المولات، وفجأة وقع وراها واحد من الحرامات بشكل غريب، ولما رجعت ورجعت الحرام مكانه صار معها إشي غريب وكأنه الجن تلبسها. فمعقول فعلا يكون الجن تلبسها؟ قبل ما اعرض لكم مقطع هالبنت حبايبي لا تنسوا زر اللايك لانه فعلا هالشيء بيساعدني، فخلونا نوصل هالمقطع لألف لايك، وبالاخص انه اخر مقطعين نزلتهم على القناه ما جاوا تفاعل ابدا، فخلونا نعوضها بهالمقطع. فاذا وصلتوا لألف لايك فهالشيء بيعني انكم حبيتوا المقطع وراح اعمل لكم منه جزء ثاني ان شاء الله. واذا ما كنت مشترك لا تنسى تشترك وتفعل زر الجرس. وهسا خلونا نرجع لمقطعنا. إذا بتلاحظوا إنه البنت أول ما رجعت الغرض مكانه مباشرة جسمها كله شد لدرجة إنه الأغراض اللي بإيدها طاحت منها، وكأنه جسمها تشنج بالكامل. ولما حاولوا الناس يقربوا منها صارت تعمل حركات وتصرخ بصوت عالي وغريب، حتى إنه الناس اللي بالمول صاروا يتجمعوا عليها وهي تصرخ. وكان في شاب واقف على الحادثة من بدايتها لكن وكأنه بقول خلوني بحالي أنا ما إلي دخل. لكن بالآخر وأخيراً قرر إنه يقرب ويساعدهم، وأنا متأكد إنه ندم لأنه اتخذ مثل هاي الخطوة وقرب، لأنه لما قرب عليها صار إشي غريب جداً. فالبنت طلع منها مثل طاقة أو طلع منها إشي طير الناس اللي حولها وطير السلة وقائمة الأسعار وحتى الكاميرا للحظة صار فيها تشويش، وبعدها مباشرة البنت غيبت. فاللي عنده تفسير لهالمقطع يترك لنا اياه بالتعليقات. اما المقطع الثاني فهو مقطع راح يخليك تحرم تنام لحالك. هاي البنت كانت نايمة ببيتها لكن كان في ظل اسود غريب بقرب منها لدرجة انه غطى جسمها بالكامل، ولما وصل لعند راسها خلونا نشوف المقطع بالكامل. لاحظت البنت صحيت مفزوعة وكانت تعبانة وتتنفس بسرعة وكأنها كانت بتعمل بجهد كبير. هالمقطع إذا كنت بتحب الأطفال لا تحضره لأنه اللي صار مع هالطفل فعلا إشي بيقطع القلب. طفل أهله تاركينه نايم بغرفته وبنص الليل صحي وهو يبكي وصوت بكائه ما كان مثل الأطفال العاديين، كان خايف وكأنه شايف إشي إحنا مش شايفينه. خلونا نشوف المقطع. إذا بتلاحظوا لما وقف على حافة السرير كان وكأنه في إشي وقفه، وهالإشي ماسك إيديه ورافعهم، وبعد شوي وقع الطفل وكأنه الإشي اللي كان ماسكه تركه. أما المقطع الرابع هو مقطع غريب جدا، بنت قاعدة تتعشى بمطعم وكان كل إشي تمام، لكن لما خلصت عشاها وقامت بلش يصير أشياء ما إلها تفسير.
لاحظتوا كيف الكرسي تحرك وباكيت الفاين وقع على الأرض والصحن وكأنه واحد رماه، لدرجة أنه الناس اللي بالمطعم لاحظوا. المقطع الخامس هو عبارة عن كاميرا بنزلوها داخل بئر مهجور، لكن اللي شافوه جوا هالبئر كان إشي لا يصدق. شوفوا المقطع واحكموا بأنفسكم. إذا لاحظتوا البئر كان فيه مخلوق وكأنه جسمه شفاف وعيونه كبار، وأول ما الكاميرا قربت منه مباشرة اختفى، وبعدها صار يمشي قدام الكاميرا بسرعة كبيرة. والغريب إنه البئر ما كان فيه أي فتحات، لكن هالمخلوق كان بيخترق جدران البئر بكل سهولة. صيح فتنة. لا لا ندري والله. صوت طبعا اغلبكم شاف انه هالفيديو عادي وما في اشي بخوف، لكن هالمقطع هو اكثر مقطع مرعب بين المقاطع اللي شفتوها. الشباب اللي شفتوهم بالمقطع هم عبارة عن مجموعة اصدقاء قرروا بيوم من الايام انهم يطلعوا طلعة بر بعيد عن الناس وعن الازعاج، وفعلا مشوا بسياراتهم لحد ما وصلوا على هاي المنطقة اللي ما فيها حدا غيرهم. طيب كيف المنطقة ما فيها حدا غيرهم وهو في بالمقطع اصوات اطفال؟ اسمعوا القصة. لما وصلوا هاي المنطقة الفاضية تماما، قال واحد من الشباب بما انه ما فيها حدا غيرنا خليني اطلع الرشاش واطلق كم طلقة على هالجبل، وكان في قبالهم جبل. وبالفعل طلع رشاشه وضرب كم طلقة على الجبل، لكنه ما كان يعرف انه هالجبل بسكنه الجن. وبعد ما اطلق عليه بلشت تطلع منه اصوات الاطفال، واذا بتركزوا بصوت الطفلة فهي اول اشي قالت اهلا وسهلا، وبعدها قالت وخروا. صيح فتنة. والغريب انه الشباب كانوا عارفين انهم جن وعادي قاعدين وامورهم تمام. اسمعوا شو بيقولوا. دور جن ترى. بسم الله على ندري والله. جن انت. صوت. المقطع السابع والاخير هو لرجل ساكن لحاله بالبيت وبوقت متاخر من الليل صحي على منظر بوقف القلب. قبل ما تشوف الفيديو سمي بالرحمن. مقبض الباب كان بيتحرك بسرعة كبيرة جدا والدرج بيفتح وبسكر لحاله. أنا بصراحة أول ما شفت المقطع كنت متوقع إنه فيديو مفبرك، لكن إذا ركزنا شوي فرح نقدر نشوف الجهة المقابلة من الباب من خلال زجاجة. والغريب إنه ما كان في حدا ورا الباب أبدا، فما بعرف بصراحة. أنت اكتب لنا رأيك بهالفيديو، هل فعلا الجن إلهم دور بهالإشي ولا هو مجرد مقطع مفبرك؟ وإذا شايف إنه مفبرك اكتب لنا بالتعليقات كيف عرفت. وإذا وصلت معي لهون فشكرا جدا إلك، وما بدي أوصيكوا إذا وصلتوا هالمقطع الألف لايك فرح أعمل منه جزء ثاني إن شاء الله. كان معكم أخوكم أحمد دراوشة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.